سوزان، انت هون؟ وين بدي كون؟ ليكون ازعجتك. فهميني شو بدك. وقفي، شو عم تعملي؟ طولي بالك، بس تدعسي على الورد هيك بيقولوا بيزهر أكتر. لنشوف إذا مزبوط. لك حاجة. لك حاجة، ليش هيك عم تعملي يا مجنونة؟ ما عم بسمعك. طيب ماشي، استني خلص جاية لحظة. لو تعرفي من أنا مصيبة خلصتك، كنتي خليتيني ادعس لك على كل الجنينة. بسيطة، المهم إنه صوتك يوصل لفايز. لك شو جنيتي؟ ليش عم تنطي وتدعسي على الورد؟ لأنه أنا مكتئبة وكتير مهمومة، مشان هم يروح قالوا لي نط فوق الورد، فلما بتعملي هيك بيروح كل الاكتئاب اللي معك. طلعي لبرا، طلعي روحي اكتئابك بغير جنينة. يلا. بس بدك الصراحة، عن جد أنا ارتحت كتير. جربية أنت ماشي؟ فايز. ألو يا سيد فايز، إن شاء الله ما تكون عملت شي لنور. لا لا لا، الله وكيلك. سوزان معي، اسمع. وين بدي كون؟ لا ما عرفت المكان. ماشي ماشي، عرفته. لا لا روحي. لا مو اتفقنا؟ معقولة يعني خبر الشرطة كيف؟ لا 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 تخاف، أنا رح أجي لعندك وسوزان بإيدي. ماشي. شو؟ إن شاء الله يكون في خبر عن نور. لا ما في. يا الله من هالقصة، معناتها الشغلة وقعت براسي، رح أرجع أتورط شكلي. لا تتدخلي ياسمين، لا تتدخلي، لأنه كل المصايب منك. وإذا صار لها شي لنور أنا ما بعرف شو بدي أعمل فيكي، بس ما رح أسكت أبداً. بوني منيح؟ ليش كلهم عم يهددوني اليوم؟ يا ربي دخيلك، أنا شو عاملة لحتى أتحمل كل هالشي؟ وقف 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 وقف، لك وقف، لك وقف، شو صار لك؟ وقف. أنا هلأ حكيت مع فايز والزلمة بتخبي قريب، وأنا طبعاً سجل صوتها لسوزان وقدرت بذكائي أسحب حكي منها. يلا ركبوا بالسيارة بسرعة. ماشي، خليني أمرق بالأول لعند زينة، حط غراضي وبعدين منروح. شو ما فهمت شو عم قول؟ أنو زينة وأنو غراضك؟ خليهم بالسيارة هلأ، القصة فيها حياة أو موت بني آدم. خلينا نساعد البنت، حرام عليك يا أخي، هذا موقف إنساني. أخوت مو إنساني. زينة خانم لما تشوفك طلعتوا من المشفى بكير أكيد رح تتفاجأ فيك. أي متأكد أنا رح تتفاجأ بشوفتي. على مهلك، الحق هديك السيارة يلي قدامك. حاضر يا بيك، بس طبعا بدون ما يحسوا. اسمعي ولي، إذا ياسمين فكرت ترجع تلعب معي أو رجعت دقت للشرطة مرة تانية، والله العظيم والله العظيم بقتلك بأرضك وبهرب. هيك أعطيتك العنوان من الصبح وما لقيتي لهلأ، لك والله بحياتي ما شفت أغبى منك. سيد فايز والله العظيم أنا ضيعت بالطريق. اسمعي ولي، أنت عم تلعبي معي مرة تانية مو هيك؟ لا معقول، شو هالحكي؟ طول بالك، والله العظيم أنا بس خربطت بالطريق. لا لا، صرت قريبة من العنوان، بس خمس دقايق ومنصير عندكم. يعني إيه؟ شو؟ ليكا ليكا سوزان جنبي، ليكا إيه ليكا. تمام تمام، يلا تمام خلاص. لك يا أختي، أنت بس لو أخذتي من العنوان صح ما كنا طولنا. شوفي خليتي الزلمة يشك فيكي على الفاضي. يا الله، صار لنا من الصبح عم نلف بالبلد وضيعنا كل النهار هيك، يا ريت أكلنا قبل ما نجي. لك حمدي، أنت ما بتفكر إلا بمعدتك، يعني هلأ وقتها. شوفي قبل ما تنزلي من السيارة خلينا نعيد الخطة مع بعض لآخر مرة، ماشي؟ إيه منعيدها لو أي أحسن. أنت هلأ
بتفوتي وبتتفاهمي مع الزلمة على أساس جبتيها لسوزان، مفهوم؟ مفهوم. ماشي، وأنا وحمدي منتخبى هون وبدون ما يشوفنا ومنستنى ليجي الوقت المناسب، وبس تجي هديك اللحظة منهجم عليه للزلمة ومنمسكه قبل ما يهرب. اتفقنا. اسمع هلأ، أنا جايبة معي جهاز التسجيل هاد ورح خليه بإيدي، أول ما بشعله بيطلع صوت سوزان كأنه سوزان معي، بس أنا خايفة كتير، بركي هو كشف الخطة. ياسمين افهمي، إذا ساويتي كل شيء قلتلك يا بالحرف وما خربطتي، الباقي علينا، أنت لا تاكلي هم. شو مركزة وحفظتي اللي قلتلك يا؟ طبعاً طبعاً، خلص حفظت الخطة مثل اسمي. شو كنت بدي أسألك؟ هذا المسدس بدك تطالعه وتخوفه فيه؟ ايه طبعاً طبعاً، رح أحمله. ايه دير بالك، جاهزين؟ إذا أنت جاهز خلينا نبلش الخطة بسرعة. يلا، والله جعت كتير يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا تحركوا يا شباب. يلا سيد فايز، سيد فايز وينك؟ سيد فايز انت هون؟ سيد فايز لا تخاف، انا ياسمين. سوزان وينا؟ شو ما جبتيها معك؟ سوزان بلا، سوزان ليكا قاعدة جوات السيارة. جيبيها لهون بسرعة. لا لا ما رح جيبها، اول شيء انت بتعطيني نور بعدين انا بعطيك سوزان. قومي قومي قومي، يلا امشي بسرعة، اطلعوا لهون وقال لي رح اوصل بنت. والله لا 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 لا، مشان الله اهدى شوي واسمعني. ايه نحن بدنا نتفق مشان تبادل البنات، انا هلا رح طلع سوزان وجيب لك اياها وانت بتعطيني نور بدالها وبتخلص القصة هيك تمام؟ وشو بيأكد لي انه سوزان معي؟ ايه طبعا معك حق تشيك، انا هلا رايحة على السيارة فورا ورح خليها تحكي معك على التليفون. ماشي؟ ماشي ماشي، جاية جاية فورا. نور استنيني. بحركة واحدة بيقتل البنت، بقى لا تطلعوا صوت. ايه الو سيد فايز، سوزان ليك جنبي اسمع. لك حاجة؟ ليش هيك عم تعملي؟ طيب ماشي استني، خلص جاية لحظة. سمعت صوتها؟ سمعت، يلا جاي لعندك امشي. ظبطت. بس هذا معه سلاح. شو؟ وشو بدنا نعمل هلا؟ الزلمه معه سلاح. لا عم شو خويف، مفكر انه رح يقوس اذا طلعنا بوشه؟ شو مجنون؟ خلوق انت شو اللي جابك لهون؟ خلوق؟ خلوق بيك؟ انت شو جابك؟ يعني ليش اجيت لهون؟ هروب بسرعة. وصلنا لآخر الطريق يا لؤي، اجا وقتك. اسحق. لك شو هذا اللي عم يصير؟ شو في؟ لا تتحرك. لا لاي. نزل المسدس من ايدك احسن ما اوصكها. نزله. القصة لسه ما خلصت ياسمين، لسه ما خلصت، فهمتي؟ لاي لاي.
الحياة بتمرق بسرعة كبيرة، مع أنه أحلامنا لسه ما خلصت، بس فجأة منلاقي حالنا بين إيدين الموت وبتوقف كل أحلامنا وكل شي عم نحاول نوصل له. وطبعاً الماضي ما رح يرجع حتى لو كانت حياتنا التمن، ومع هيك منضل عم نحاول نرجعه. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.